بعيدا عن الحسابات السياسية وما يحكى عن صراع سعودي إيراني على الساحة اللبنانية، فعمق الأزمة بين الدول الخليجية ولبنان ينذر بتداعيات لم تعد تقتصر على الحلول الدبلوماسية، بل تعدتها لتطال اقتصاد البلاد المنهك أصلا. ففي حسابات الأرقام خسارة كبيرة ستتكبدها الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج على اختلاف أنواعها، ولا سيما بعد خطوة السعودية وقف الاستيراد من لبنان. صادرات إلى أسواق الخليج تشكل 60 ل 70% من مجمل الصادرات اللي بيصدرها لبنان على الدول الاخرى. السعوديه بس لحالها كنا نصدر لها فوق المليار و200 مليون دولار من مجوهرات لمواد غذائيه لمواد صناعيه حتى المواد الزراعيه الى المملكه العربيه السعوديه. هذا الاجراء لن يقل خطوره عما يحكى عن امكان وقف التحويلات من والى السعوديه وغيرها من الدول الخليجيه، علما ان رئيس مجلس اداره الاو ام تي توفيق معوض اكد في اتصال مع الاو تي في ان ما من شيء تغير حتى اللحظه والتحويلات مستمره، مع الاشاره الى ان شركه دي اتش ال اعادت اليوم الى زبائنها الطرود التي استلمتها منذ يومين كونها غير قادره على التسليم في المملكة العربية السعودية من وإلى لبنان. بدأنا بدي اتش ال وبالبريد السريع، ما في شيء، عم نسمع بالتواتر انه هناك توجه وبدأت الحملات بوسائل التواصل الاجتماعي، واليوم الحملات اللي عم تطلع بوسائل التواصل الاجتماعي كلها عم تطلع انه عم تنفذ، في احتمال كبير بوقف الطيران ومنع التحويلات، وهذا حيحرم لبنان اقله 3 الى 4 مليار دولار سنويا. هؤلاء اللي عم يتم تحويلهم من السعودية ودول الخليج. الأخطر من هذا كله فيما لو تعمقت الأزمة أكثر فأكثر هو إمكان وقف الطيران بين لبنان والدول المعنية، والذي قال رزق إنه احتمال قائم، إلا أن رئيس مطار بيروت أكد للأو تي في إنهم لم يتبلغوا أي جديد يذكر. بالنسبة للرحلات ما بين لبنان ودول الخليج العربي ما في شيء تغير لحد هلا، ما تلقينا ولا أي رسالة من ولا أي شركة طيران، سواء شركات طيران العربية أو حتى الناقل الوطني شركة طيران الشرق الأوسط. أكيد نحن هالشي بنتمنى أنه يستمر مثل ما كان وأحسن، لأنه اليوم دول الخليج هي من أكثر الوجهات اللي بيقصدها الركاب من لبنان، سواء الركاب اللبنانيين أو غير اللبنانيين. فإن شاء الله هالشي بيستمر وما بيصير في أي تأثير على موضوع تسيير الرحلات ما بين لبنان وأخوانه بدول الخليج العربي. وبانتظار أن تسلك الأزمة المستجدة طريقها نحو الحل السريع والضروري للبنان، فلا اجتماعات قريبة للحكومة ورئيسها قد لا يجد أمامه إلا خيار الاستقالة، يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية إلي رزق. وأعتقد أنه رئيس نجيب ميقاتي يعني سيضطر إلى الاستقالة بالآخر. بس في ضغط فرنسي وأمريكاني لا طبعا يستقيل. قد ما يجي دعم فرنسي أو أمريكي ودعم أوروبي، بالنتيجة الرئيس ميقاتي يستمد قوته من عمقه العربي. على أي حال فالأنظار تتوجه إلى لقاءات ميقاتي في اسكتلندا، وسط معلومات تفيد بأنه تلقى جرعة دعم أمريكية وأوروبية لبرنامج حكومته والاستقرار المطلوب في المرحلة الراهنة. ولكن هل تصمد حكومة معا للإنقاذ بجرعة إنقاذ غربية تبقى حتى اللحظة بمنأى عن أي حضن عربي؟